أصدقائي، ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وعايزين نقول انضم لنا للاستوديو الدكتورة رضوى مصطفى، عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية. أهلا وسهلا يا فندم، منورانا. والمهندسة ميرفت علي، عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية ومرشح أسبق للبرلمان. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. وبرضو بيشرفنا الدكتورة داليا أبو المجد، عضو مجلس إدارة شركة دي دي إيه والمدير التنفيذي. دكتورة داليا، منورة الدنيا. أهلا. دكتورة داليا، احنا كنا بنتكلم من شوية عن موقع inmasr.com وعن الفرص اللي كانت موجودة فيه. دلوقتي هنتكلم عن موضوع بقى يخص المجتمع المصري، وعايزين نتكلم عن الدور المهم للقدوة والأخلاق. القدوة والأخلاق الاثنين في مجتمعنا، علشان يبقى عندنا مجتمع قوي ومجتمع نقدر ان احنا نصعد بيه ونبقى متماسكين، لازم يرجعوا تاني، ترجع القدوة والأخلاق في الفترة اللي احنا محتاجينها فيها. الشهر اللي جاي ان شاء الله، شهر مارس، هو شهر المرأة المصرية. دكتورة رضوى، لو قلنا عن القدوة والأخلاق، لو ابتدينا لو بالقدوة، يعني ممكن ندخل فيها حتة دين كده شوية؟ نخش في حتة دين طبعا. وده يعني أحسن مثال لما بنتكلم عن الرسول عليه الصلاة والسلام وعن السيدة زينب ابنته الكبيرة. قصة حب جميلة جدا، رائعة يعني. تقدم لها ابن خالتها أبو العاص، وابن العاص ولا أبو العاص. فإزاي إنه ست البنت لازم تستشار في إنه تتجوز، توافق ولا لأ؟ طبعا. فرسول عليه الصلاة والسلام قال لزينب، في ابن خالتك تكلم عنك اليوم، فهل انت موافقه؟ فهي احرجت وابتسمت وشحمر. فاول حاجه الخجل، ده اهم حاجه ان البنت تكون خجوله، ده من اهم حاجه في الادب والتربيه يعني. بس وبعدين مشيت وهي مبتسمه وخجوله. فبعد كده خلاص تم الجواز. من كلام حضرتك عايزين نقول ان استشاره، ان دايما البنت ايوه رأي، لو ما وافقتش البنت الجواز لا يصح، يبقى غلط. لازم رأيها. هناخد من ده ان احنا لازم ندي الفرصه وندي حريه الاختيار لابنائنا واولادنا، علشان يقدروا يبقوا اصحاب قرار، ما يبقوش مرغومين او مجبرين على حياه قد ينتج عنها بعد كده مشاكل كتير في المستقبل. أيوة. دكتورة داليا، لو قلنا لو ابتدينا عن القدوة، نقول القدوة، وهل احنا فعلا بنقدر يبقى احنا واحنا صغيرين كان عندنا قدوة مشينا عليها؟ هو اكيد كل حد في حياته ليه في يعني عنده قدوة كويس. بتبدأ من البيت، من الأب والأم، وبتنتهي بالشارع. فالبيت لأ بيبقى قدوة، المدرسة بتبقى قدوة، العمل بيبقى قدوة، والشارع بيبقى قدوة. تمام؟ فاحنا لو جينا قلنا يعني ايه قدوة اصلا، هو خلق من اخلاق النبيين والمرسلين. واحنا في القدوة الحسنة دايما في القرآن كان بيذكر القدوة الحسنة، وخير دليل على القدوة الحسنة النبي عليه الصلاة والسلام الصادق الأمين. فهو كان قدوة بكل تصرفاته وأفعاله، كان هو قدوة لكل الناس اللي حواليه من قبل ما ينزل عليه الوحي وبعد ما نزل عليه الوحي. أيوة استمر. تمام. فهو كان قدوة في كل تصرفاته. طيب احنا قلنا يعني ايه كلمة قدوة اصلا؟ هو احداث تغيير في سلوك الفرد بشكل يعني في اتجاه مرغوب فيه. هي. تمام. فكل بني آدم لو هو اعتبر نفسه قدوة، المجتمع هيختلف تماما. تمام. ناخد من الكلام ده انه القدوة مش مهندسة ميرفت، القدوة والأخلاق، يبقى في خط مشترك ما بين القدوة والأخلاق. هنتكلم عن الخط ده مع حضرتك وبعدين نتنقل لنقطة تانية. ايه رأي حضرتك الأخلاق؟ في البداية خالص يعني أساتذة الدكاترة اتكلموا عن أيام سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام، كان المجتمع مختلف وكانت الأخلاقيات تقريبا منتشرة بشكل كبير في يعني في كل مكان. احنا النهاردة لازم نعترف ان أخلاقنا اللي احنا تعودنا عليها من واحنا صغيرين في سني، انا بتكلم عن نفسي،
انحدرت تماما. تمام. وبقى في نوع من التجاهل لان للشخص ذو الاخلاق. انا مش فاهمه يعني بقى نوع من السخريه لما يبقى لما حضرتك تقول من فضلك يا هانم مثلا، بقت سخريه من الشباب الموجود دلوقتي اللي انا نفسي يعني فعلا نصدر لهم القدوه الحقيقيه. انا لا افقد الامل ابدا في الشعب المصري. تمام. ابدا. في ناس كتير جدا 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 يعني بس مختفيين الحقيقه. يعني انا ليه انا مش فاهمه ليه دايما الوحش بيبقى على السطح أكثر. على انك لو حضرتك هتفكر هتقول ايه اسباب الانهيار الاخلاقي ده من غير ما انت تزعل، اول سبب الميديا. انا متفق معاكي مش زعلان. وفي اسباب طبعا اخرى. تمام. يعني القوى الناعمه كلها. تمام. يعني السينما حضرتك لو هنتكلم عايزين حلقات عشان نتكلم فيها، الاغاني اللي احنا اللي انا مش متخيله ان احنا يعني ازاي مفيش رقابه يا فندم، ازاي يا فندم مفيش رقابه. انا بطلب من الحكومه ان هي تعمل رقابه على كل البرامج وكل الـ يعني الفنيه الفن اللي بيطلع كله بينزل من مستوى الاخلاقي للشباب بتاعنا. احنا مش هنتغير، احنا خلاص كبرنا على اخلاقيات معينه. انا بتكلم على شبابنا، على اولادنا. طبعا. على احفادنا. لو عندك حق دكتوره رضوى، لو جينا نتكلم على المراه، المرأة بمراحلها المختلفة. حضرتك القصة اللي أنا بدأت فيها دي قصة حب رائعة. كويس. ومش لازم إن إحنا نقطمها كده يعني خلاص ما خلصتش. تمام. لازم نحكي إنه هم قد إيه حبوا بعض البنت وابن خالتها، واستمروا أزواج سنين طويلة وخلفوا بنت وولد. جه بعد كده هو سافر، عارف حضرتك كانوا بيتاجروا بيسافروا رحلات، ولما رجع بعد مده زينب قالت له انت في اخبار جديده حلوه. فقال لها في ايه؟ قالت له ابويا ارسله ربنا رسولا للمسلمين، وانا اسلمت وامي اسلمت واختي وعلي بن ابي طالب وعثمان بن عفان وابو بكر الصديق كلنا اسلمنا. فقال لها هل استشرتيني قبل ان تسلمي؟ قالت له بس ده انت عارف ابويا ده الراجل اللي هو الصادق الامين. الصادق والامين. قال لها انا لا اكذبه ولا اسب فيه، انا مقتنع، بس انا يعني بسال على حق الزوجه انها اي تصرف لازم تقول لجوزها. تمام. ف شويه كده وقالت له انا حسيب يعني انا لن اضغط عليك ولكن هسيبك وقت تاخد راحتك لغايه ما تقتنع. فعاشوا مع بعض كده بعد كده 20 سنه عادي، هو ما اسلمش لسه. بعد كده بشويه جه بقى انزل ربنا انه المسلمه لا يصح ان تتزوج كافر. ف قالت له يعني دلوقتي هو ابويا النبي عليه الصلاه والسلام المفروض انه يفرق بينا لان ده غير مسموح دينيا. فهو قال لها لن اسلم. فقالت له كده ابويا هيفرق بينا. تمام. وفعلا قال لها انا موافق هوديك لابوكي خلاص، لكن انا ده مش انا مقتنع، لا انا مقتنع لكن انا مش هعادي قبيلتي واسمع كلام قبيله معاكس يعني ضد الكفر اللي هم بتوع قريش. يعني عايزين نقول في الفتره دي ان هو ما تقبلش ده. كويس. بس بيحترم ابوها. نرجع حضرتك كل الكلام ده عايزين نرجع برضو تاني للجزء الاساسي اللي هو احترام الزوج، وان حضرتك بتقولي انه هنا القدوه في الاساس. أيوة. القدوه في الاساس في المعامله. أيوة. الاستئذان، الاحترام المتبادل. بالزبط. حتى لو احنا مختلفين. حتى لو مختلفين. طيب لو نتكلم على الحما في الوقت الحالي. لا ما تطلعش بره، احنا ما نخلص القصه دي لان لازم الناس تستفيد منها. كويس. عشان يا فندم بعد 20 سنه كان في
موقعة بدر أو مثلا غزوة بدر، وكان قريش وبين محمد وأصحاب محمد المسلمين طبعا اللي أسلموا. فهو هي كانت واقفة موقف صعب جدا، لأن هي قالت إنه الوقت فيه أنا أبويا هخسر أبويا، وإذا جوزها في نفس الحرب هيبقى ضد أبوها، وإنه لو حصل له حاجة ده أولادها هيبقوا أيتام يتيتموا، ورسول ده أبوها ورسول. نرجع نكمل نرجع نكمل القصة. دكتورة داريا أبو المجد، لو قلنا علشان أنا أبقى مثل، ممكن الناس اللي بتشوفنا كل واحد فينا وكل واحد معروف وكل واحد موجود في مكان ممكن يكون قدوة لهذا المكان، إزاي إن إحنا نقدر إن إحنا نعرف هل إحنا قدوة ولا لأ؟ ولو عايزين نغرس في أطفالنا إزاي يختاروا القدوة بتاعتهم؟ طيب قبل ما أتكلم عن النقطة اللي حضرتك أثرتها دلوقتي، أنا عايزة أتكلم إحنا إزاي القدوة ما بقتش موجودة وإيه اللي غير المجتمع. تمام؟ المشكلة عندنا في الأول إن إحنا غاب عننا النازع الديني، ده ما بقاش موجود. تمام. إحنا دايما نقول إحنا شعب متدين، إحنا شعب طيب بفطرته. ده موجود بس كان زمان، من 20 سنة كنت أقول لك ده 100% بدون أي تعليق، حضرتك عندك حق. للأسف على مدار 20 سنة اللي فاتت إحنا حصل عندنا غسيل، يعني عملوا لنا غسيل دماغ. تمام. أولا ما بقاش عندنا هوية، يعني دلوقتي الولاد اللي في المدارس الانترناشونال بيتعلموا كل اللغات، تمام؟ تلاقيه هو مش عارف هو عربي ولا مصري ولا أجنبي، عايز يعيش الجو بتاع أوروبا وأمريكا في مصر. تمام. فطبعا بيقابل العادات والتقاليد اللي موجودة عندنا، فبيحصل إيه؟ صدام كبير جدا. تمام. فهو ما بقاش ليه هوية، فهيبقى عنده قدوة إزاي؟ دي حاجة. الأب والأم في البيت إحنا دايما بنعلم ولادنا إيه؟ صلوا، ذكروا، بحدش يكذب، كل الحاجات دي. طيب إحنا بنلاقي الأب بيقول لابنه ما تكذبش، هو حد ما يكلمه في التليفون أنا مش موجود. فاهمني؟ يعني للأسف الشديد إحنا بنتصرف تصرفات عشوائية بسيطة ممكن تغير من بالزبط. سلوك الشخص اللي قدامنا بشكل مختلف وبيأثر فيه بالزبط. حتى التصرفات السيئة مثلا زي شرب السجاير، شرب الخمر، الحاجات اللي بيعملوها الشباب دلوقتي يعني. تمام؟ ما هو الأب يقوله ما تشربش سجاير، هو بيشرب سجاير. طب تمام. وبعدين يعني فين القدوة؟ هي تمام. دي اللي أنا أقصده دايما. القدوة إحنا يعني كبشر بنتولد عندنا الفطرة دي، يا إما تنميها بالعادات والتقاليد اللي إحنا اتربينا عليها، تمام؟ يا إما هيفشل جيل تمام. كامل، وده اللي حصل لنا دلوقتي. هتلاقي الولاد ما بيعرفوش يقروا عربي كويس، هتلاقيهم عندهم دايما عايزين يلبسوا ويقلدوا بره، الأغاني حتى اللي بيسمعوها. هنيجي في حتة بقى الميديا من الكلام باشمهندسة اللي قالته. تمام؟ كل واحد بيظهر في مجال عليه ضوء لازم يبقى قدوة. هرجع لحضرتك في النقطه دي، بس اسال باشمهندسة ميرفت لما يعني هنسال السؤال ده هنطلع فاصل اعلامي. اوكي. قبل دلوقتي لما نيجي نقول دور الميديا، ايه النصايح اللي حضرتك عايزه توصليها للمنتجين، للفنانين، لكل واحد صاحب قرار ازاي يرجع للمجتمع بتاعنا او ازاي نرجع القدوه للشباب الموجوده؟ بداية يعني لازم أعرف إيه اللي بيأثر في الإنسان عشان يبقى عنده أخلاق. أول حاجة البيئة اللي هو عاش فيها، التعليم، الأم والأب زي ما الدكتورة قالت، الأصدقاء ده أهم عامل، الأماكن السيئة اللي ممكن نحط أولادنا فيها وإحنا ملهيين بشغلنا. يعني أعرف ابني وبنتي فين راحوا وأسمح لهم ولا لا، حتى لو في الجامعة. يعني الحاجات دي بتأثر تأثير كبير جدا. نيجي بقى للفن بقى. أنا هقول لحضرتك حاجة هتتصدم. يعني في أغنية أنا شخصيا قعدت يوم مذهولة من الكلمات اللي في الأغنية، مش هقولها طبعا، أنا بس هدي هنت كده. الأستاذ المغني المحترم بيتكلم عن الأخت والأم بعدم احترام شديد في كلمات أغنية الشباب ولادنا بيحفظوها. فحضرتك تخيل إلى أي درك إحنا وصلنا له
من المهانة الأم والأخت، يعني اللي هي شرف الإنسان وقدوته يعني كل حاجة للرجل. فإزاي مسموح بهذا العبث؟ يعني بتسمحوا لهم إزاي؟ فين النقابة؟ يعني أين النقابة؟ أنا لما نيجي مش كل اللي بيتم إنتاجه وبيتم بثه بيبقى مراجع في النقابه، ويبقى في عندنا الفتره اللي فاتت دي كان نطلع قانون يا فندم. ماشي، ابسط حاجه احنا بنطلع 20 قانون في اليوم، نطلع قانون. انا بتكلم بجديه، لان مجتمعنا في انهيار على طول لتحت، احنا ما بنطلعش لفوق. السيد الرئيس بيعمل مجهود جبار من ناحيه الاخلاق، من ناحيه الانتاج، من ناحيه التقدم في كل حاجه. هو بيعمل كده واحنا بنشده بحجر باساليب اخرى متعمده ان شاء الله. لا هنرجع تاني يا فندم، اصدقائي هنطلع فاصل ونرجع تاني نكمل حديثنا اللي بقى حاسس ان هو بقى مثير وبقى سخن جدا. نطلع فاصل اعلاني ونرجع تاني بسرعه. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل. دكتورة رضوى، ان شاء الله حضرتك هتوعدينا في رمضان ان احنا نعمل سلسله حلقات جميله فيها كل القصص اللي ممكن نتكلم عنها ونقولها بشكل جذاب. ايوه ان شاء الله النهارده نعملها فيديو كده. ايوه لان قصص فيه قصص قديمه جميله، يعني روعه، يعني قصص. انا كمان هبقى سعيد جدا ان انا نسمع القصص دي علشان ناس كتير منا تاخد منها القدوه. ايه راي حضرتك في الكلام اللي احنا بنقوله القدوه؟ لما يبقى القدوه بتاعتنا لاعب كوره، طبعا كل احترامنا للاعيب الكوره، لما القدوه بتاعتنا تبقى فنان مشهور، مطرب، كل مع احترامي لكل المجالات دي، لكن فين القدوه بتاعتنا لما يبقى عالم؟ فين القدوه بتاعتنا لما يبقى زعيم؟ فين القدوه لاولادنا، لشبابنا متجهين الاتجاه ده ومش قادرين يعرفوا ان في ناس تانية موجوده بتادي دورها ولازم يكونوا قدوه؟ اول حاجه طبعا القدوه من البيت. تمام. ام واب من البيت بيدوا القدوه الكويسه، يعني طبعا بيغبوا الولد والبنات كويس. وتاني حاجه الاعلام. الاعلام لازم نهتم بيه جدا، ولازم يبقى فيه رقابه. تمام. ومن رقابه من ناس على مستوى ثقافي معين، يعني من طبقه كويسه عشان يدوا القدوه الاحسن. تمام. دي اول حاجه.
تاني حاجه كل واحد في وظيفته يبقى قدوه للي معاه، يعني كل واحد يعني احنا في الحزب طبعا اكيد بنبقى قدوه للناس تانيه، للشباب اللي موجوده انتوا قدوه بالنسبه لهم، بالنسبه لهم فشايفينكم بالنسبه لهم قدوه، عايزين يوصلوا لنفس المكانه، عايزين يوصلوا بنفس الشكل وبنفس جدا. الاسلوب حضرتك في شغلك، المهندسه برضو في شغلها، حضرتك دكتوره داليا، دكتوره داليا كده يعني كويس. دكتوره داليا لو رجعنا نقول نفس السؤال مش بمنظور مختلف، ليه شبابنا بيبصوا للمجالين دول بالذات وتبقى دي القدوه بتاعتهم؟ عشان احنا للاسف احنا الـ الـ الاعلام منبر مهم جدا، ده جزء تاني مهم تمام، وللاسف بيستغل غلط تمام. ودليل على كده ان في دول بقت ليها وجود في العالم بسبب القدوه والاعمال اللي بتقدمها. على سبيل المثال وليس الحصر، كوريا تمام. لو حضرتك بصيت اخر ثلاث سنين هتلاقي الانتاج التلفزيوني للكوري اللي هو الكوري اللي موجود في العالم كله انتشر انتشار رهيب تمام، وبقت الناس تحبه وتتعلمه. يعني انا لما ببص الاقي مثلا الاحترام بين الاثنين اللي قدام الكاميرا، الرجل وامراه بيتعاملوا ودايما يعملوا كده وباحترام، يعني في تحس اللي هي الأدب. الأصول المصرية بتاعتنا، الأدب والأخلاق، احترام الكبير والعفو الصغير اللي كان في الأربعين والستينات بالضبط. أيوة. الهانم زي ما البشمهندسة قالت، يعني تحس كده لغة الحوار لغة راقية تمام. طريقة اللبس حتى بيبقوا لابسين حاجات مفتوحة ومش زينا يعني مقفولة، بس تحسهم برضو محترمين تمام. فده منبر مهم جدا. مثلا من مثال تاني على الكوري، في فريق اسمه BTS، ده فريق ولاد. الفريق ده محقق نجاح جبار على مستوى العالم، الولاد نفسهم قدوة، تصرفاتهم قدوة، طريقة كتابتهم لأعمالهم وتلحينها قدوة، ليهم رولز معينة بيستخدموها مع الشركة المنتجة ليهم، ما يقدروش يخرجوا عن الرولز دي طبعا. ده سبب حب العالم كله، بقى فريق رقم واحد في العالم لأنه هو قدوة، بقى قدوة. برافو باشمهندسة ميرفت، انت كنت عامله لنا مفاجأة النهاردة للأطفال. الحقيقة هي مش مفاجأة قوي، لأن في ناس بتعمل حاجات كتيرة قوي كويسة في البلد يعني، بس يعني مش ما هو ما بيتسلطش عليهم الضوء، لأنه هم مش عاملينها عشان البروباجندا والشهرة والكلام ده، لا هم عاملينها فعلا للخير طبعا. يعني أنا والأستاذة رضوى، الدكتورة رضوى، كنا احنا في مجال عملنا في الحزب بننزل في الميادين، في يعني نزلات ميدانيه عشان نساعد الناس وكده. من ضمنها كان في اقتراح الدكتوره رضوى وانا وناس معانا متعاونه، ان احنا نجدد مدارس او نعمل شغل في الاماكن اللي هي شعبيه جدا جدا جدا، المحتاجه جدا جدا تمام، اللي هي الشوارع اللي محتاجه اعاده من ضمن الجولات بتاعتنا. رحنا مدرسه، والحقيقه انا انبهرت بالمدرسه، مكان جميل بس طبعا يفتقد حاجات كتيره انسانيه، وخصوصا الحمامات يا جماعه، حمامات المدارس طبعًا. مهمه جدا. فأنا اقترحت لأن أنا هقول قصة بسرعة كده عشان ما ضيعش الوقت. أنا كنت مرشحة للبرلمان في الدورة السابقة، غير الدورة دي حاجة تانية. فمن ضمن الحاجات وإحنا بنكشف الكشف الطبي، في سيدة محترمة قاعدة جنبي برضو مرشحة، بتقولي أنت أول قانون هتقوليه في البرلمان لو نجحتي هيكون قانون ايه؟ قلت لها قانون الاخلاق تمام، يتحط في المدارس سقوط ونجاح من الحضانه لغايه الجامعه كويس تمام. فضحكت كده، كان اتضح انها مديره في التربيه والتعليم، وقالت لي هفاجئك ان القانون ده موجود اوريدي تمام، اوريدي عندنا في المدارس. قلت لها طب احنا نحاول نفعله بقى، سواء نجحنا ما نجحناش نعمل اي حاجه تمام. فانا اقترحت لمدرسين ومديرين في مدرسة ما، قلت لهم يا جماعة أنا عايزاكم تشوفوا لي طفل أو تلميذ عمل أخلاقي في خلال شهر شهرين ثلاثة أشهر، هعتبره أنه هو ده قدوة وهديله جايزة من عندي لوحدي. طبعا أنا ما أعلنتش هذا لسبب، طب بلاش أقول السبب خلاص. خلينا النهاردة احنا النهارده في البرنامج، فانا بجدد بقى هذه الدعوه ميرفت علي على الواتس اللي هيظهر عندنا،
هتقول لنا المفاجأة اللي هي اللي عايزة تقولها اللي كانت نفسها تعملها. أي طفل؟ أي مدرسة. أي مدرسة. أنا المدارس بالذات. كويس. اللي هي المدارس اللي هي في الأماكن الشعبية اللي أنا عايزة القدوة تنتشر فيها. تمام. أهم حاجة. كويس. أي تلميذ أو تلميذة الأستاذ بتاعه أو المدرس أو المدير شايف إنه هو عمل أخلاقي محترم يستحق عليه جايزة يتواصل مع الأستاذ محمد، يبعتنا على الواتس اللي بيظهر على الشاشة وله جايزة قيمة، ونعتبر هذا التلميذ قدوة للتلاميذ يقلدوه. طيب إيه واللي هيقلده ليه جايزة برضه. طيب أكيد. إيه الجايزة القيمة عشان بس الناس عشان برضه نشجع الولاد بتوعنا؟ يعني حسب العمل، أنا بتكلم بجد. أيوة. بس المينيموم يعني إذا كانت حاجات مادية هيبقى 500 جنيه للطالب. 500 أقل حاجة. إيه؟ أعتقد يعني إن إحنا داخلين على عيد الأم. كويس. وبعدين ورمضان، فممكن نزود جايزة شوية. زودي بقى، أنا على قد. يعني خلي الجايزة قد إيه؟ 500 وأنا 500. يعني كده اصدقائي، يعني كل اللي بيسمعونا من الاطفال، خلي بال حضرتك. 500 جنيه لطفل في مدرسه ابتدائي كبيره قوي. انا ما قلتش لا. أنا يعني مش قليله. انا اللي انا بعمله النهارده، انا مش بدي العيله، انا بدي الطفل نفسه، وهو هيستفيد بالمبلغ بالطريقه اللي تعجبه. انتوا عارفين انتوا بتعملوا ايه دلوقتي؟ احنا بنخلي كل اللي بيشوفنا دلوقتي من اطفال صغيرين، انتوا قدوه بالنسبه لهم نفسهم لما يكبروا يعملوا كده. أيوة. طيب والناس اللي بتشوفنا واللي نفسهم يعملوا كده، وسيدات الاعمال اللي قاعدين والناس المسؤولين اللي قاعدين ممكن يعملوا كده في اماكن تانية. يعني ازاي ان احنا نقدر نبدا؟ والله يا استاذ محمد في كتير جدا، بس ما بيظهروش على السطح. في ناس طيبه، انا لا افقد الامل في هذا الشعب الجميل، وانا كمان معاكي وكلنا معاكي. دكتوره رضوى، عايزه تقولي؟ يعني عايزه اقول انه زمان كان موجود موضوع الجوائز ده في الاذاعه زمان والتلفزيون، وعلى طول بعملها في الاذاعه والله، واول ما بدا. تمام. فيعني دي حاجه برضو في ناس محتاجه كتير، ودي برضو هيبقى حافز انهم يجيدوا حاجه كويسه، يتصرفوا كويس، يعملوا حاجه. يعني اي موهبه، اي عمل كويس لازم ياخد جايزه عليه هتشجعه انه يكمل في الطريق ده. ده انتوا معايا النهارده مشجعيني ان انا وكل الناس اللي بتشوفنا، اكيد هيبقى جالنا رسائل كتير النهارده في الحلقه بسببكم. كويس. وبسبب الحاجات الحلوه دي، ما هو ده اللي احنا عايزين نقوله. احنا مش بس عايزين نتكلم عن القدوه، احنا كمان عايزين نبتدي ناخد خطوه ونخلي كل اللي بيشوفنا او كل اللي بيحاولوا ان هم يساعدونا ان نبقى قدوه، ان هم يعملوا على الاقل الحاجه البسيطه اللي لو احنا بنعمل حاجه بسيطه يتعمل زيها. دكتوره داليا، انا شايفه احنا عشان نغير مجتمع. كويس. لازم نغير فرد. هايل. فلازم نبدا بالفرد اللي هو الصغير. تمام. هو ده اللي نزرع فيه القدوه بطريقه غير مباشره. تمام. مش لازم اقول له ايه ما تعملش، ده صح ده غلط. كل واحد لو بدا بنفسه وبدا هو يتصرف تصرفات إيجابية، مش هقول تاني يعني. تمام. إحنا هنحول المجتمع ده خلال 15 سنين جايين، إحنا هنحوله لحاجة تانية خالص. طيب نبتدي بإيه؟ أول حاجة نبتدي نغيرها دلوقتي علشان نلحق الولاد الصغيرين اللي في سن من 8 ل 10 سنين، نعمل إيه بسرعة علشان نبثلهم قدوة؟ إعادة النظر في كل البرامج والأفلام والمسلسلات اللي بتتعرض على الفضائيات وعلى التلفزيون المصري، وننقحها من الألفاظ اللي هي بيعودونا عليها. للأسف الشديد احنا بنوصل ان يبقى في مسميات لمسلسلات وأفلام بألفاظ سيئة. طيب. فده يعني ده انا يعني هقول ان الدكتوره داليا ابو المجد بتقول كلام مهم جدا. يعني معنى ان هي بتقول ان لازم كل المنتجين وكل الاعلاميين والفن، الاعلام بكل المحتوى والاكثر المحتوى الفني، مسلسلات افلام، صح؟ بالظبط يا فندم. ونرجع تاني للاغاني مع الباشمهندسه ميرفت. لا انا بس عايزه اقول بس يعني انا بصراحه بستاء جدا جدا جدا. الفن بيعرض الحقيقة، الفن بيعرض مشاكل المجتمع ودايما بيحط سبوت عليه عشان يحلها، بس احنا للأسف الشديد احنا بنعالج المشاكل بمشاكل أكبر. تمام. بمعنى ان انا بجيب الظاهرة بشكل سيء سيء جدا،
مقارنة بدول تانية. بفرد لها مساحة كبيرة قوي مع أنه ممكن نقولها في حاجة صغيرة. يا ريت ده حضرتك بيحول مثلا يحول المجتمع كله لسيدات ليل، يحول المجتمع كله لعشوائيات، يحول المجتمع كله للألفاظ والأدوات اللي بتظهر في المسلسلات وفي الأفلام وفي الحاجات دي كلها. طيب. ده كده إحنا بيعملونا انحطاط في المجتمع. يعني نرجع ناخد الحاجات الإيجابية في المجتمع. شوف حضرتك احنا قلتنا قرب يخلص. ايوه انا هخلص. لا مش قصدي، انا قلتنا قرب يخلص وعايز من حضرتك نصيحه على طول. اوكي. الـ باختصار شديد، موضوع الاخلاق ده كان شاغل دماغ الفلاسفه زمان. تمام. يعني افلاطون وارسطو والناس دي كلها، من الحاجه اللي لفتت نظري ارسطو اتكلم قال لك الاخلاق هي ان الانسان يتحلى بالاخلاق عشان يوصل للسعاده. تمام. كلنا بنشتغل وبنعمل مجهود عشان نسعد نفسنا. تمام. السعادة دي ها هتجيلك لما في ثلاث حاجات بسرعة. أول حاجة يا إما مجد شخصي، يا إما إنسان بيدور على الغرائز بتاعته. إنما إحنا عايزين مين اللي يسعد الآخر. تمام. فأنت بالتالي هتبقى سعيد. والسر بقى في إنك أنت تسعد الآخر من غير ما تدفع ولا مليم. ابتسم. ابتسم. امشي في الشارع، بص للجندي اللي واقف في الشارع، اضحك له، شوف هيبقى وشه عامل ازاي. انا بعمل كده الحقيقه. ابتسامه طبعا صدقه. دكتوره داليا، دكتوره رضوى، كنت عايز اقول لحضرتك الابتسامه. حضرتك على طول مبتسمه، على طول قدوه كل الناس اللي بيعرفوكي وبيحبوكي من في الحزب بالكامل وكل الناس اللي معاكي. فنقول الابتسامه ومردودها. حضرتك احنا كنا بنمشي ما بنسافر اوروبا يعني، وانا ماشيه مع زوجي فيقول لي هو انت تعرفي ده؟ تعرفي ده؟ يعني انا بلد اول مره اروحها ما اعرفش. طب بيبصوا لك ليه؟ انا عشان ماشيه ابتسم. تمام. ودي عادتي يعني، انا ببتسم عادي حتى لو زعلانه ببتسم واقول حاجه يعني ممكن تعبر عن مشاعر. تمام. بس فهم مش متعودين على الابتسام. هم جد 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 شكر شكر. ما فيش حد بيبتسم، ما نشوف حد بيبتسم بيتلفتوا قوي يشوفوا ايه ده في ايه. النهارده مفاجأة. بص احنا لنا علينا دور كبير قوي. تمام. يعني ان احنا لازم ننزل في الاحياء الشعبيه والمدارس اللي هي الابتدائي كده ونعلمهم، بدل قبل ما اطلب منهم ان هم يعملوا حاجه كويسه لازم احنا نعلمهم يعملوا ايه. طيب انا عايز اقول انا المفاجاه ان انت هتبقي موجوده في فقره معانا ان شاء الله الفترات اللي جايه في رمضان. ودي المفاجاه اللي عايزين نقولها، وكلنا طبعا نبقى لينا الشرف والسعاده ان احنا نقول حاجات كويسه لكل الناس اللي بيشوفونا. انا بتمنى يعني ان شاء الله. دكتوره داليا، ملخص بسيط، ازاي اولادنا نغير من ثقافتهم، وازاي ان احنا نتعامل معاهم ونخليهم يبقى عندهم قدوه ونغير لهم القدوة الموجودة. لازم أبدأ بنفسنا الأول. تمام. لازم الأم في البيت هي اللي بتبقى بتتصرف التصرفات اللي عايزة أولادها يعملوها. تمام. الأب نفس الحكاية، المدير في 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 شركته، المدرس. المدرس في المدرسة. مهم جدا. تمام. دول كلهم قدوة، ودايما الولاد وهم صغيرين وفي السن اللي حضرتك قلت عليه دايما بيبصوا للي قريب منهم في القدوة. تمام. تمام. فلو كل واحد بدأ إن هو يغير من اخلاقه وشخصيته، بس ما يبقاش بيعملها عشان الولد موجود، لا يعملها على طول بقى. انا عايزه اقول ان الولاد بيراقبونا في كل تصرفاتنا. طيب. وفي كل افعالنا. طيب. فلازم مهم جدا الموضوع ده. اصدقائي احنا كان معانا اسئله كتير من ومسابقات كتير، بس النهارده هنأجل الاسئله بتاعتنا للحلقه اللي جايه، لان النهارده الحلقه بتاعتنا ما كانتش يعني زي ما انتم شايفين، انا محتاج وقت كبير جدا علشان نخلص الحلقه بتاعتنا، لكن انا سعيد جدا بالحلقه وسعيد بضيوفي. انا بشكر الدكتوره داليا ابو المجد عضو مجلس اداره شركه دي دي اي والمدير التنفيذي. شكرا دكتوره داليا. بشكر جدا دكتوره رضوى مصطفى عضو الهيئه العليا لحزب الحركه الوطنيه. بشكر جدا الدكتوره رضوى. بشكر المهندسه ميرفت علي عضو الهيئه العليا لحزب الحركه الوطنيه ومرشح اسبق للبرلمان. انا بشكركم جدا وكنت سعيد ان انا موجود معاكم النهارده، وبجد بجد بجد ان شاء الله ان شاء الله نلتقي في حلقات تانية ونقول موضوعات مهمه. انتظرونا قبل الميعاد بساعه كل يوم خميس. وبشكركم جدا، وان شاء الله على طول نغير من نفسنا وكل واحد فينا يبقى قدوه لكل الناس اللي بيعرفوه علشان نغير المجتمع. بشكركم.